وما كنت زمان كلكم ليه؟ حاسك كبيرة أنا بابا قطازي وسام برنار مش من عيلة عشان بس أمرار ومليلة كابتن البرع في أعلى المزارع هم دوكسي في ضمانهم رجولة ومجدع وسيبته مسمع أخونا الكبير أبو نور شرف بلدنا ومنه استفدنا أبو نور حبيب الجمهور رد بتاع رد عمل ايه الكرة عم تلعب كده معانا مركز سنين بتاع أبو نور ابن أبو نور يا زين كابتن بتاع رد تحب بتاع رد فاهم ان انا عين امريكا والمانيا خلصنا من رد جرمي في منه الماني بلجيكي الجرمان منه لونج هير لونج هير شعرته طويله وشورت هير شعرته صغيره صغيره وبيدبول بيدبول شعرته قصيره بيدبول بيسيبش لما يسمع صوت العض صوت الترشقت لما الترشقت حاجه تترشق في جسمه يسيبه بيدبول ملينه سرعته بديهة بس انا ان شاء الله عليه بيعرف يجري ملك نايمة متمطعة نايمة يا بنت نايمة تعالي يلا جرمان تنتهي جرمان صح؟ اهلا بس عليك ليك نايمة وددي قلنا على المليون هنخشوا على المليون هاسكي تليك هاسكي تليك يحب يقف في التلك هاسكي كلب بحس الحرارة من رجليه عندك كلب هاسكي تحط له مية فيها تلجتين كده يا فندم انت عندك كلب هاسكي تحط له مية دايم هتلاقيه بيلعب في المية وتحط رجله عشان حرارة من رجله حط رجله في المية الحرارة تطلع على رجله هاسكي قومي هاسكي ومال كنت نايمين كلكم ليه؟ غضبانة غضبانة قلنا على الكل الجولدن بحب يلعب في البيت ياما وكلب شاي بسم الله ما شاء الله عليه سامعت ليه؟ كينكوز بحب كلب زمان خالص كان بيستموه في الحروب كنت على ظهر جراكين الزيت عشان يروحوا يكبوا على العجل احنا بس عليهم حاجاتنا خلصنا من الانواع كده خلصنا من الانواع تاني يا ربي مفيش حاجة تانية صح؟ تاتش شباب سريع حركته سريع فصيلة الملينو تاتش شباب من عيلة الملينو أحسن من الملينو في حركاته بيحب يعمل حركاته بيفهم بسرعة إن شاء الله ونجره لسه صغير يفهم بسرعة في برضه الملينو مية ما ننكرش ونقول الملينو واحد حاسكي ان شاء الله نخش السلسلات التات الشبر والملين انا بابا في الكفة افكر نخلو المزرعة كلها تات الشبر وملين ملين تات الشبر معلش يا مغزة عني ملين ان شاء الله عليها بكر خربتكم تعالوا بقى شوف السلالات شوف السلالات فاضل المستف في بول مستف في بول مستف وفي مستف معلش عشان لا بس الكلمة دي بيتنا مستف وبيت بول مستف صح أمريكان بولي كلب واطي عنده عضلات
بسم الله ما شاء الله عليك. سمر نار، سمر نار وسيلة، سمر نار وسيلة ال واخد من فصيلة الكوكو. يقول لك ايه من العيلة؟ العيلة انا يوسف في كلاب حجمها كبيرة، الكلاب حجم كبيرة على باي وكوكازي وسمر نار مش من عيلة، محدش فكر انهم من عيلة واحدة، من احجام كبيرة، دول اللي احجام كبيرة. نخش على لولو، لولو بيحبوا يلعبوا، بيحبوا يقعدوا مع عيال صغيرة. لولو ليه كذا حالة، زي لولو الفرنساوي، زي زي بيكن واو، بيكن واي، مش ما كانوش عارفين يقولوا له رحت لنا جاي لك، بيكن واو. انت لا تتذكر بيكن واو، تعال نشوفوه يلا بينا كده. بيكن واو وجريفون، بيكن واو وجريفون اهي، مش مش بيكن واو، مش مش اللي لوغان ساو وجريفون. تربوا في البيت، كاب الأليفة اللي بتتربى في البيت. أحلى مسا عليكم. أي لولو وجولدن وهاسكي. احنا طلعنا من الكلاب اللعبية، خش على الكلاب الشرسة زي جيرما، زداد الشبه، مليلو، بيدبو، روت، دور مان، كين كورسو، ماستيف، كين كورسو ماستيف، كوكازي. في كلاب جلد زي ميليميشن زي الجريدان وبس والروت وملينو، ملينو مش كله، حاجات كده وحاجات كده. احلى مسا عليكم. اشرح عن كلب الجيرما. الكلب الجيرما بسم الله، في منه لونج هير، هونج، في منه لونج هير وشورت هير، شارب بو عروب دي في الارض كمان كمان. ليش يا جماعه معلش معلش صورة الزعتر اللي هو هيعمل أوب كمان، مش مكرش كمان نحن نمسكه بيه، كمان في الوش يعني ماسك في أحمى بسم الله مش عمار أحمد في أسود، أحمد في أسود علش يا جماعة، هو زي كلبش عمار أحمد في أسود، هو الذكر بسم الله مش الله تتعلقش على الستور. شبر يا جماعة تات شبر ولا جربة طبعا بتجيكم بيه من حالات ياما. أحلى مساء عليكم، نقول لكم باي، نشترك كلها جديد كاس حالتنا النهارده مع جيرمان وملينو كل الانواع بتاعتنا، كل يوم لها جديد معانا. احلى مساء عليكم، باي باي، ما اشتراك كلها جديد كاس سبحان الله بركات. احلى مساء عليكم. أهلا مش عارف كور وما كنت نايمين كل كور ايه حاسك كبير. وطازي وسمبر نار.